انا جيت ديجا في الماتش قبل الماتش اللي هذه اللي فات مع اسبانيا، وكان المشكل ديال لي تيكيت، الموقع ديال فيفا كتعرفوا يعني كان بلوكي. هنا في السوق السوداء الاثمنه كتكون عاليه بزاف، من 1500 حتى $2000 كيطلبوه. ف كنا سمعنا كلام انه كاينه دخلت الجمعيه الملكيه كيفرقوا الوراق، المهم دارت الهضره انه كاين الوراق كيتفرقوا. بقينا كنحاولوا زعما نشوفوا نتلاقاو معاه من هنا، والو كيمشيو لمكان كنمشيو لمكان اخر، دورنا بزاف ديال الاماكن وما لقينا حتى شي حل. الطريقه اللي فرقوها فعلا وفرقوا، كاين الناس خدات التيكيت ولكن بواحد الطريقه عشوائيه، طريقه فوضويه، ما كاين فيها لا نظام لا والو. انا جيت لهنايا بدخول القطر بالجنسيه الاسبانيه، وما طاحش عليا الفكره انني زعما نتجه للاسبان، حيت حتى النهار الاخر حتى النهار ديال الماتش والتقاني واحد الصديق قال لي يعني في اسبانيا كي عندهم كيعطيو الوراق للاسبان. صافي مشيت للقنصليه الاسبانيه، عطيتهم باسبور، دوزو في واحد الماشين اسبانيول منظمين، اللي كانوا شويه ديال الناس ما نقولوا شي 50 واحد دايرين الصف منظمين بواحد الطريقه زوينه. دخلت عندهم عطيتهم باسبور، كنت لابس التيشيرت ديال اسبانيا، دوزوا الباسبور عطاوني التذكره ديالي وبها دخلت. جيت لهنا، انا جيت من السويد سامح في خدمه وسامح في كل شيء باش نشجع المنتخب المغربي طبعا، ولكن اخويا درت جميع المحاولات وما لقيتش لي تيكيت. فكانت الطريقه الوحيده اللي نقدر نجيب بها لي تيكيت كانت هي هذه، نمشي للقنصليه الاسبانيه، عطاوني التيكيت ديالي وبيت دخلت شجاع. دوزنا، كانت واحد الاجواء خياليه، المغاربه كلشي فرحانين كان في واحد الدوله مغربيه، كان زوي. دابا حنا في الماتش هذا ديال البرتغال وكاين نفس المشكل، دابا باقي يومين كنظن باقي على الماتش وكاين نفس المشكل. معظم المغاربه نقولوا 95 المغاربه اللي كاينين التوحيد ما عندهم لي تيكيت، وكنظن غادي يوقعوا، غتبقى فوضى، يوقعوا مشاكل، حيت المغاربه اللي هنا كاملين باغيين يدخلوا يتفرجوا في الماتش، والماتش اللي فات راه نسبه كبيره بقات بلا 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 تيكيت باش يدخلوا الماتش. فكنتمنى يعني يكون شي حل، حتى ولا كانوا غادي يتفرقوا هذه غير نصيحه، اللي كانوا غادي يتفرقوا لي تيكيت نصيحه بسيطه. النظام يا اخوان، ديروا بوست، يجيو المغاربه يدوزوا الباسبور ديالهم وياخذوا لي تيكيت. دابا حتى ولا تفرقوا لي تيكيت من الجامعه ولا المسؤولين المغاربه غادي توقع فوضى، حيت كتعرف حنا المغاربه كيجي كياخذ تيكيت كيضرب دوره كيجي يحاول ياخذ التيكيت الثاني، فاللي غادي يعاود فيها البيع يعاود فيها البيع. يعني حنا منا وجبد، حنا من الشعب المغربي وجبد، ماشي غير الهنود الباكستان وهذو اللي كاينين هنا. الاخوان لا ديروا بوست بسيطه، بوست جي مغربي، باسبور، بطاقه مغربيه، والهضره عرض الدارجه يبينوا بلي راه مغربي. ميام تكون من احسن باسبور كما كيديروا اسبانيول بسيطه، الباسبور ديالك زم من الباسبور او يدوزوا في شي ماشين ياخذ التيكيت ديالو ويدخل، لان سنة غتوقع فوضى كبيره. والسلطات القطريه السلطات ظريفه بزاف، يعني مسالمين بزاف، كيحاولوا ما امكن انهم ما يوقع حتى مشكل، لان كما كتعرفوا الغرب والعالم كامل عينوا على قطر، غير توقع شي مشكل ولا يخرج شي فيديو شي واحد تضرب باش تنوض الصحافه الغربيه ولا الصحافه العالميه تهضر على المشاكل اللي كاينه هنا. حنا كنتمنوا يعني ما يوقع حتى شي حاجه وتكون زاد الطريقه سليمه ويكون شي ياخذ او لا يعني ياخذوها بطريقه يعني زوينه ويدخلوا يتفرجوا في هذا الماتش. بالنسبه لك انت الوجود ديالك اليوم هنايا امام فندق ديال المنتخب المغربي، شنو الوجود ديالك هنا؟ حاولنا ان نجيو لنا زعما، حيت قالوا في هذه النقطه هذه تفرقوا تيكيات قبل، دابا كنحاولوا زعما نجيو لنا على الله نطيحوا في شي تيكيت، لان ما عندنا حتى شي حاجه. شو رسالتك انت؟ رساله للمسؤولين الاخوان، رساله بسيطه وعاديه، انه الا كانوا غادي يتفرقوا في شي بوست ويجيو المغاربه بطاقه مغربيه او الباسبور مغربي وياخذوا لي تيكيت ديالهم. هذه هي الرساله، يعني سينو ساعه تبقى على الفوضى، حيت قالوا هنا يعني ما غادي يزيدوش يفرقوا حيت قبل وقعوا مشاكل، فالناس المسؤولين الاوطي قالوا يعني منعوا الناس يجيو يبقاو هنا حيت كيوقعوا مشاكل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.